رئيس الوزراء يتسلم دعوة للمشاركة باجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي في يوليو القادم. الحكومة تنفي إلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين. والداخلية تواصل جهودها على مستوى الجمهورية في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات. الخامسة مساء في القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اليوم الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية والسيد أسمار شوهافي رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية والسيد تامر منصور أمين عام غرفة التجارة العربية البرازيلية. وخلال اللقاء تسلم رئيس الوزراء دعوة للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي المقرر عقده في مدينة ساو باولو في يوليو القادم برعاية وحضور رئيس جمهورية البرازيل، حيث ستتواكب اجتماعات المنتدى هذا العام مع احتفال غرفة التجارة العربية البرازيلية بمرور 70 عاما على تأسيسها. وأشاد مدبولي بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البرازيلية في الفترة الأخيرة، مؤكدا دعم الحكومة لكل الجهود التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات مع البرازيل إلى مستوى الشراكة الاقتصادية وتنفيذ المقترحات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري وإنشاء منطقة صناعية برازيلية في مصر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول إلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين. ومن جانبها شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية لا تشترط تسجيل رقم هاتف محمول تابع لشركة بعينها، وإنما تتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمول عاملة في مصر، شريطة أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها، ومشيرة إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهاتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 من يونيو المقبل. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية في مجال الأمن العام ومكافحة المخدرات. المزيد في سياق هذا التقرير. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 505 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 20 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 317 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 57 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1239 قطعة سلاح ناري، أبرزها 153 بندقية و112 بندقية آلية و51 مسدسا و923 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و135 خزينة، إضافة ل 1394 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون،
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 588,127 حكما قضائيا، من بينهم 2403 حكم جناية، 208,086 حكم حبس، 296,270 حكم غرامة، 81,368 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 15 تشكيلا عصابيا ضموا 58 متهما، قاموا بارتكاب 85 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 82 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 132 متهما، كما تم إعادة 17 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1547 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 133 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وقرابة 524 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين أكثر من 65 كيلوغرام، إضافة إلى قرابة 14 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 17,851 قرص مؤثر، و 4,270 قرصة رامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 22 مليون جنيه تقريبا. كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 62 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. ختاما كان هذا موجز الخامسة مساء، مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.